تعال تعال انا بجيب لك اكل. تعال. امس وانا اتمشي على الممشى شفت واحد لا والله شاب يعني بالعشرينات من عمره بس شعره طويل وحالته حاله يعني وما يتكلم وشكله كانه مجنون يا رجل. والله قلت اخذه معي البيت وجبته وياه وانا نطعمي نشوف شو. والله شوف الحين بطلع من الحمام بحكي معه بشوف شو قصته وبرجع بخبرك مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله محمد إن شاء الله. أنا بخبرك على اتصال إن شاء الله. في أمان. مع السلامة. أنت شو اسمك؟ أنت شو اسمك؟ فارس. He gave it to me this way.
الو هلا حبيبي. هي يا زميلي مبروك علينا. هاي وصية فيدي كل شيء اخذناه حبيبي اخو عليك. مبروك علينا يا كبير. طيب عاوز اشوفك. اوكي يلا يلا جاي لك جاي. اوكي حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بحب أشكرك لأنك عشت معي سنة كاملة بعد ما كنت عايش لوحدي، نسيتني فيها وحدتي وحسيت أنك مثل ابني من دمي ولحمي. لكن بحب أحكي لك أنك ممثل بارع وأتقنت دور المجنون اللي أتمنى أنك تحصل عليه في مسلسل أو فيلم يمكن أنك تنشهر من بعده. بس هالخدعة ما مشت علي لأني اكتشفت أشياء كثيرة كشفتك وفضحت جنونك، لكن ما حبيت أحكي لك وخليتك عايش في وهم إنك ضحكت علي. وأنا بعرف إنك حاط عينك على أملاكي مش أكثر، لكن أنت عن جد أهبل. يعني ما بتعرف إنه الدولة ما بتسجل أملاك باسم واحد غير عاقل، يعني مجنون. على كل حال بتمنى لك جنون سعيد وحاول مرة أخرى.